بسم الله الرحمن الرحيم. هيب جوينت، محاضرة اليوم هيب جوينت articulation between head of the femur and acetabulum of the hip bone. هذا الدياجرام وده الهيد اوف ذا فيمر، دي البول بالمناسبة وهذه الاسيتابولم اللي هيعمل لي السوكت في التايب بتاعها. ذا اسيتابولم از ديبند باي فايبر كارتيلاجينس ريم، بنسميها اسيتابولار ليبرم، وهذه الاسيتابولار ليبرم اللي هي الحافة دي بتاعت الاسيتابولم، بس طبعا مش المقطع، تبان من الجنب. The labrum bridges acetabular notch to form transverse acetabular ligament. التايب بتاع الجوينت نفسها synovial joint، بول اند سوكيت، بول اكسل. بالمناسبة انواع الجوينت في فايبرس في كارتيلاجنس، وده النوع الثالث اللي هو synovial، لوجود synovial fluid جوا. بول وسوكت، قلنا البول الكرة اللي هي جاية من الهيد اوف ذا فيمر، والسوكت الحفرة اللي جاية من الستابولم اوف ذا هيب بون. بولي اكسيال يعني معناها متعدد المحاور، في محور هتشتغل عليه فليكشن اكستنشن، المحور التاني هيشتغل عليه الادكشن والابدكشن، المحور التالت ميديال ولاتر روتيشن، ودول كلهم ممكن يجمعهم سير كامدكشن. بالمناسبة الهيب جوينت تشبه الشولدر جوينت. ده جرام مكبر عشان نشوف الكلام اللي فات ده مرة تانية. ادي الهيد اوف ذا فيمر اللي هي البول، وادي الاسيتابولم يمثل السوكت اللي احنا عمل زي مثلث وقاعدته بيجت الترانسفيرس اسيتابولار ليجامنت اللي هو الليجامنت اوف ذا هيد اوف ذا فيمر اللي هو مقطوع من الناحية التانية. طيب الكبسول بتاعت الهيب جوينت بقى انكلوز ذا جوينت، الكبسول دي المحفظة بتاعته، ميديالي اتاتش تو اسيتابولم ليبرم، وادي من الناحية دي ده الميديال، وبعدين lateral attached to intercontric line of the femur front and halfway along the posterior aspect of the neck of the femur، من ناحية behind اللي احنا شايفينه هنا ده من behind نص المسافة بتاعت الهيد بتاعت النيك اوف ذا فيمر، يعني الهيد كومبليتلي انسايد الكبسول، لكن النيك نفسها من ناحية الفرنت كلها، من ناحية الباك نصها. In front some visits accompanied by blood vessels reflected upward along the neck بيسموها retinacula to supply the head and the neck of the femur. ده اللي احنا شايفين blood vessels اللي supply النك وتوصل للهيد اوف ذا فيمر. ملحوظة في الدياجرام ده كمان في ارتيرا سبلاي جاي للهيد اوف ذا فيمر من ناحية الليجامنت اوف ذا هيد اوف ذا فيمر اللي عدى من شوية، واحنا نشوف حتى على الدياجرام التاني اهو. البيوبو فيمر الليجامنت بقى الليجامنت التاني اللي هو ده ترانجولار ان شيب اتاتش تو سوبيريور ريمس اوف بيوبيس اتاتش تو ده البيز بتاعته، يعني الليجامنت ده عكس اللي فوق تقريبا، يعني ده لو اعتبرناه مثلث فالمثلث ده قمته فوق البيز بتاعته اقصد فوق وقمته تحت، هنا العكس. ده العكس بقى، البيز بتاعته هي اللي فوق وده قمته هي اللي تحت، فالبيز بتاعته في السوبيرو ريمس وبيوبيز وبيز ليها بادي ولا سوبيرو ريمس وفي ريمس بالمناسبة، و ابيكس اتاتشد للور بارت انتر تو كانتريك لاين، يعني هما الاثنين ليهم اتاتشمنت للانتر تو كانتريك لاين، الاليو فيمر والبيوبو فيمر اللي ورا بعض. ليميتس الاكستنشن والابدكشن واللاترال روتيشن، يعني الى حد ما في شبه منه بينه وبين اللي قبله. هنشوفه على الدياجرام، ادي البيز بتاعته اللي فوق ده السوبر ريمس بتاعنا، وده بالمناسبة المكان ده بتاع البادي، وادخل على الانفيرومس لغاية ما ادخل على الاسكم تحت، فده البيز بتاعت الليجامنت، والابكس بتاعته تنزل لتحت بقى في الانفيرو بارت بتاع او اللور بارت بتاع الانتر توكانتريك لاين. الاتنين انا شايفهم اهو
اليوم فيبرال اليوم فيبرال. هذه الاثنين دول ده اليوم فيبرال خدناها قبل كده وهذه بيوبو فيبرال. وقف ما بين الاثنين في نقطة ضعف يطلع منها باوش من الصينوبر الممبرين متغطيه بكبسول ونسميها وعشان ناحيه السوس مصر فبيسموها السوس بيس. تعريف بيرسا عباره عن ساك من الفايبرس تيشو لاين بصينوبر الممبرين كونتين صينوبر وبتبقى عند النورمال يعني عند اماكن فيها فريكشن او احتكاك. النيرف سبلاي بقى فيمرال نير والتريتور نير وساتيك نير. الثلاثة نيرفز الكبار اللي هم اكبر ثلاثة نيرفز في اللور كله بالمناسبة يعني نيرف تو كواديتس فيمرز كمان فوقيها نيرف سبلاي الهيب جوينت. ادي الليجامنت ماسك من الناحية دي في الاسكيا ومن الناحية التانية في الكريتور توكانتر اللي بين من ناحية الباك ده. بالمناسبة بين جزء هنا في الصورة من الاليو في المرة اللي بنت اللي هو الليجمنت اللي خدناه رقم واحد. الموفمنت اوف ذا جوينت بقى المقطع اللي قدامي ده بصراحة ملخص كل المصل اللي شغال على الهيب جوينت تقريبا فليكسور وسبلايد بالنيرف كمان بتاعهم في مرة النيرف وده ناحية الانتيريور قدام الجوينت من ناحية الانتيريور اكستنسور وده ناحية بوستيريور وسبلايد بالساتيك نير الابدكتور على اللاترال سايد وسبلايد بالجلوتين هنا بصراحة المين سوبيريور جلوتين نير لانه في ربيد دي مصر واحدة بس اللي هي موجودة على الحدود ما بين اللاترال وما بين البوستيريور اللي هي جلوتيس ماكسيموس مصر انفير جلوتين نير كله. على الميدل سايد في مجموعة الادكتور والنيرف سبلاي بتاعهم اوبتيتور نير وبرضه على الحدود ما بين الميديال وما بين البوستيريور المسل اللي هي الادكتور ماجنس مسل سبلاي بالاثنين نيرفز بقى اوبتيتور وسياتيك لانه ليها جزئين كانها تو مصر في بعض واحد تبع مجموعة الادكتور والتاني تبع مجموعة الهامسترنج اللي هم مجموعة الاكستنسور اللي ورا. الفليكسور فيمرال والادكتور اوبتيتور على الحدود برضه في مسل اللي بيكتنيس مصر فتاخد من الفيمرال وتاخد من الابتدائي تاخد من الفيمرال كانها زي فرانت وتاخد من الابتدائي كانها تبع الميديا. طيب ناخدهم بقى زي ما بيقولوا كلاسيك او سيستماتيك فليكشن الياكاس سوس ميجور الاثنين دول مع بعض يعملوا اليو سوس دول الباور في الفليكسر هيب جوينت بالمناسبه بس الياكاس بالفيمرال لكن سوس تاخد من الروت بتاعت اللمبر بليكسس مباشره. الريكتس فيمرز والسرتورس والبكتينياس ودول الريكتس فيمرز مره تانيه تبع الفيمرال سرتورس فيمرال وبكتينياس تاخد فيمرال تاخد اوبتريتور خدناها على الحدود. الادكتور مصل طبعا اوبتريتور الادكتور مصل ينفع يعملوا يعني فليكشن مع الادكشن اللي هو المين بتاعتهم يعني لانه في الاوريجن في بدايتهم قدام اللاين بتاع الجوينت اكستنشن جلوتيس ماكسيموس ده المين خصوصا الدور المومنت. البايسبس فيمرز اللونج هيد الشورت هيد ملهاش دعوه ان الشورت هيد ما تطلعش اباف الجوينت ما ينفعش الجوينت تشتغل يعني الجوينت تشتغل عليها مصر بدون ما تكون عدت عليها فاللونج هيد بس اللي هي تعمل اكستنشن في الهيب جوينت بينما الشورت هتشتغل بعد كده على الجوينت مع اللونج مع بعض يعني وهو يعمل الترانزيشن هاخدهم مع الجوينت تمام. السيمي تندونوس سيمي بنوس المهم الثلاثة دول بايسبس وسيمي تندونوس سيمي بنوس ونضيف لهم الاسكال بارت بتاع الدكتور ماجنس مسؤولين عن الاكستنشن وبيسموهم الهامسترنج مصر ويعملوا ابدكشن معاهم سيرتورس بتعمل ابدكشن بس النيرف سبلاي بتاعها فيمرال ومعاهم البيروفورمز التانية بتعمل ابدكشن لكن ده النيرف سبلاي بتاعها بالمناسبة الروتس بتاعت السكر بكسس. الادكشن بقى دي مجموعة الميديال سايد الدكتور لونجس الدكتور بريفيس بيوبك بارت الدكتور ماجنس التلاتة ادكتورز زائد البكتينيس اللي على الحدود اللي احنا قلنا تشتغل على ناحيتين ومعاهم الجراسيليز مصر دول مجموعة الادكشن.
المين بتاعهم اللي سبلاي بالاوكتيل ترنر. اللاترال روتيشن وميد روتيشن. اللاترال روتيشن في بايرفورمس وبتيتو انتينس وبتيتو اكستينس سوبيرو جيميلاس انفيرو جيميلاس وديتا سويمر. الستة دول بيسموهم سمول لاترال روتيتورز. اضيف عليهم جلوتيوس ماكسيموس وسيرتورز. كل ده يعمل لاترال روتيشن. حتى البايسبس على فكرة في مزة تنفع تعمل لاترال روتيشن. انه ماسك على اللاترال سايد حتى الفكرة. الميديا روتيشن انتيرو فايبر وجلوتيوس ميدياس وجلوتيوس مينيموس تنسور فاشلات. التلاتة دول عدوا علينا بيعملوا ابدكشن. وهم التلاتة سبلايد بسوبيرو جلوتيال فيعملوا ابدكشن يعملوا ميديا روتيشن. ملحوظة ان المصل ممكن تعمل اكتر من اكشن زي ما شفنا يعني. سيركم دكشن كومبينيشن اوف ذا اباف مومنت. ناخد كل اللي فوق ده على بعضه يديني سيركم دكشن. امبورتنت ريليشن اوف ذا هيب جوينت انتيريور اليوسوس. وادي اليوسوس مصل اهي. ادي الجوينت بتاعتنا اللي هي دي شيء طبيعي. وادي قدامها اليوسوس وبعدين بكتينياس. بكتينياس اللي تحت دي وبعدين ريكتس فيمرز. ريكتس فيمرز اللي فوق فيمرال ارتو فينو نيرف. وادي الفيمرال نيرف اللي في الاول ده الاصفر. وادي الارت الاحمر. وادي الفين الاصفر فين ارتري نيرف كلمة فين الشهيرة ناخدهم من سوبرفيشال دي هنا من في الرسم يعني من بلو لأباب او في الحقيقة من ميدا للاتر بالمناسبة يعني. بوستيريور بقى اوبتريتور انترنس ومعها سوبيرو اوبتريتور انترنس ومعها سوبيرو جوميلس وانفيرو جوميلس. التلاتة دول اخدهم مرة واحدة. ناخد التندون في النص ده اوبتيرتون تيرنس الاخضر ده فوقيه سوبيرو جيميلس وتحته انفيرو جيميلس اللي هي مكتوبه هنا جيميلس سوبيريور ومكتوبه جيميلس انفير. هو نفس الاسم التلاته دول في بعضهم واحد اتنين تلاته. التندون في النص والاتنين جيميلاي يعملوا انسيرشن فيهم مع بعض. الكوادريتاس فيمرز الكبيره اللي تحت دي ده برضه بوستير. وبعدين السياتيك نيرف اللي هو بالاصفر اللي ورا ده السياتيك نيرف. سوبيرو بايروفورمز وجلوتياس مينيموس. السوبيرو بايروفورمز الاخضر التاني التندون ده وبعدين جلوتياس مينيموس اللي بعديه. مينيموس متغطية بميدياس. ميدياس اللي ورا الكل طبعا جلوتياس ماكسيموس. انفيريور اوبتريتور اكسترنس تندون. ادي ادي الجوينت بتاعتنا وادخل على انفيريور اللي احنا شايفينها دي كلها دي عبارة عن اوبتريتور اكسترنس تندون. اكسنسور جروب ماسل ارمور باور فول زان فليكسور واللاتر روتيتور باور فول زان الميدل روتيتور. ادي الابسول او المكان الاسيتابلم يعني مكان الجوينت بتاعتنا. الاليوسوس الريكتس فيمرز براهم طبعا السارتورس مالناش دعوه بيها. فوق الجلوتياس مينيموس اللي براها جلوتياس ميدياس وقلنا الماكسيموس اخر واحده ورا هنا 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 السياتيك نير. البيل فورمز تبع السوبر هي جلوتياس مينيموس. بين معانا تحت بتيتو انترس مش موجود مرسومين اتنين جيميلاي على انه خلاص اتحدوا معاه. بعد كده بقى بتيتو اكسترنس اللي مايله تحت دي بتيتو اكسترنس وادي البكتينياس والفيمورال بيزل ونيرف المفروض الشله دي على بعضيها يعني. الفتحتين دول بتوع الفين والارتي والمفروض اللي فوق ده النيرف يعني. اوضح من ناحيه الرسمه بتاعت كده يبقى خلاص.